السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الندوة من أكاديمية رشد الافتراضية بعنوان حماية المدنيين في ظل الحروب. أرحب بكم جميعا في هذا المساء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون طيبا مباركا معكم جميعا، وأن نتبادل المعلومات ونستفيد. طبعا كما جرت العادة أبدأ بالتعريف بنفسي. أنا اسمي إسماعيل خلفان، دكتور في القانون ومدرس للمواد القانونية والسياسية في عدة جامعات سابقا ولاحقا في العديد من الجامعات السورية والتركية. حاليا أقيم في الشمال السوري وأعمل مع جامعة غازي حمدان وجامعة باشاك شهير. أرحب بكم جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله نتشارك وتكون هذه الندوة مفيدة لنا جميعا إن شاء الله. طبعا سأعرض لكم اليوم ما جهزته حول هذه الندوة. طبعا كما قلنا العنوان هو حماية المدنيين في ظل الحروب. طبعا بداية لابد من بيان الخط الذي سنسير عليه في هذه الندوة. طبعا عندنا سيكون ثلاثة أفكار كعرض نظري بداية للموضوع. في الفكرة الأولى لابد أن نبدأ بتعريف المصطلحات. نحن نتكلم عن حماية المدنيين في ظل الحروب، فمن هم المدنيون وما هي الحرب وفقا للقانون الدولي الإنساني كما سنرى. في الفكرة الثانية سنتطرق إلى القواعد العامة لحماية المدنيين. هذه القواعد كما سنرى وسنرى بعض التوضيحية نصت عليها اتفاقية جنيف وطبعا الاتفاقيات الأربعة والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها. بعد ذلك سننتقل من العام إلى الخاص للحديث عن القواعد الخاصة بحماية فئات من المدنيين، فئات مختلفة خاصة لها حماية مختلفة عن غيرها، وهي النساء والأطفال والعاملون في المجال الطبي وفي المجال الإغاثي والصحفيون. في النهاية سنترك قسما كبيرا للنقاش حول عدة نقاط سنراها لاحقا. ما رأيكم بهذه النصوص نظريا؟ ما سبب غياب التطبيق العملي لها؟ كيف يمكن حل هذه الإشكالات؟ سنتناقش، يعني سنعطي المجال الأكبر للنقاش في هذا الأمر. مع تكرار تحياتي لكم جميعا، والآن أقرأ رسائلكم. بارك الله بكم جميعا، وإن شاء الله نستفيد جميعا من هذه النجمة. لو بدأنا بالحديث عن مقدمة لهذا الموضوع، بداية الآثار المدمرة للحرب العالمية الثانية، وكما تعلمون أن هذه الحرب بدأت في عام 1939 وانتهت في 1945، كانت لها آثار مدمرة كبيرة جدا. خلفت أكثر من 60 مليون قتيل أغلبهم من المدنيين، بالإضافة إلى تهجير ونزوح ملايين لا تعد ولا تحصى من الناس. سنرى الآن فيديو سيتكلم لنا عن هذا الأمر. طبعاً يعني نرى في هذا الفيديو أكثر من 60 مليون قتيل، كانت نسبتهم تخيلوا 2.5% من إجمالي تعداد سكان العالم كله، كانوا ضحايا للحرب العالمية الثانية. وسنرى الآن العدد بشكل تفصيلي لكل دولة من الدول، طبعا بادئين بالحد الأدنى. يعني سنرى هذا الجدول بطريقة تصاعديه، وبإمكانكم الاطلاع عليه. يعني أترك لكم مشاهدة هذا الفيديو. هذه الأرقام في البداية ستتزايد أكثر وأكثر.
هنا بدأت الأعداد تتجاوز 200,000 في كل بلد من البلدان. لاحظوا ليتوانيا ولاتفيا كانها جزء من الاتحاد السوفيتي وهما من دول بحر البلطيق. ليتوانيا لوحدها 353 ألف قتيل في الحرب العالمية الثانية، كلهم من المدنيين. طبعا الكوريتان معا 430 ألف دون تمييز بين الجنوب والشمال. المملكة المتحدة 450، إيطاليا أكثر، وسنرى بعد ذلك ألمانيا أكثر. الهند 2 مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية. نرى ألمانيا يعني 7 ملايين و700 ألف. الصين 20 مليون، يعني تخيلوا هذه الأرقام الكارثية. الاتحاد السوفيتي 24 مليون دون احتساب دول البحر البلطيق التي شكلت لاحقا جنوبا. طيب، إذا هذه الآثار التي رأيناها طبعا، الآثار المدمرة التي رأيناها والأعداد الكبيرة، يعني حوالي 20 مليون قتيل أغلبهم من المدنيين، التي نتجت عن الحرب العالمية الثانية، أظهرت أهمية وجود قواعد قانونية لحماية المدنيين. سابقا كان هناك القانون الدولي العرفي، فظهرت الضرورة لإيجاد قوانين يعني مدونة دولية تحمي المدنيين أثناء هذه الحروب. أول مجهود لهذا الأمر كان اتفاقية جنيف الرابعة في عام 1949. كانت هذه الاتفاقية طبعا خاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وهذه الاتفاقية طبعا لها 4 أقسام كما سنرى لاحقا أيضا فيديو توضيح عنها. لم تكن هذه الاتفاقيات الأربعة لجنيف كافية، فاضطر الأمر بعد حوالي 28 سنة في عام 1997 إلى أن يصدر بروتوكولان إضافيان لاتفاقية جنيف. هذان البروتوكولان تم تخصيصهما لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، وسنراها لاحقا بالتفصيل، يعني ما يسمى بحروب التحرير الوطنية التي تجري على مستوى الدولة الواحدة. الاتفاقية بفروعها الأربعة والبروتوكولان الإضافيان يتكلمان أولا عن قواعد عامة، وبعد ذلك عن قواعد خاصة لحماية فئات من المدنيين، وهو ما سنراه بالتفصيل يعني في ندوتنا اليوم إن شاء الله. الفكرة الأولى، كما يعني هي العادة عندما ندرس أي علم، فنبدأ بالتعريف. نحن نتكلم عن حماية المدنيين في ظل الحروب، فما هي الحرب ومن هم المدنيين وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني؟ طبعا لو أحد منكم عنده يعني فكرة لكي نجعل هناك مشاركة عن تعريف الحرب وفق القانون الدولي، إذا في أحد عنده فكرة وبيحب يشارك يا ريت. طيب أنا أبدأ وبانتظار تعليقاتكم. طبعا في اللغة دائما نبدأ. أسامة غنيمة تفضل. أسامة، متاح لك التحدث أسامة، لا أسمعك. طيب أنا أبدأ وبعد ذلك أسمعكم. الحرب في اللغة عكس السلم، أحيانا نعرف الأمر يعني ببيان ضده أو عكسه. الحرب هي عكس السلم. طبعا في القانون الدولي كتعريف دقيق، ومن الصعب أن نعطي تعريفا يعني جامعا شاملا، لكن نعطي كما يقولون أصح التعاريف وأقربها إلى الواقع. القانون الدولي هو صراع مسلح بين فريقين متنازعين،
يستعمل فيها كل فريق جميع ما لديه من وسائل الدمار للدفاع عن مصالحه وحقوقه أو لفرض إرادته على الغير. يعني إن أردنا أن نحلل هذا التعريف سنرى فيه يعني عناصر كثيرة. أولا صراع، يعني أول كلمة بدأ فيها التعريف الحرب تفترض بأنها صراع، في حالة صراع بين طرفين لا يوجد بينهما أي سلم أو أي توافق. الأمر الثاني أضاف صفة إلى هذا الصراع، هذا الصراع ليس عادي أو مدني، وإنما هو صراع مسلح. إنما هو صراع مسلح، معنى ذلك أن كل من الطرفين تسلح في مواجهة الطرف الآخر. أحسنتم، كما قال محمد أحمد جمعة، نزاع بين الطرفين أو أكثر، نعم، تعريف باختصار، لتحقيق مصالح أو لحماية مصالح موجودة سابقا، أيضا يعني تعريف قريب في نفس المعنى. فهذا الصراع يجب أن يكون مسلحا وتم فيه التسليح الطرفين حتى نسميه حربا وفقا لمصطلحات القانون الدولي. طبعا من الطبيعي أن فريق لن يتصارع مع نفسه، فهو يجب أن يكون بين فريقين على الأقل. الحد الأدنى الحرب يجب أن تكون بين طرفين متنازعين، بينهما نزاع أو خلاف أدى إلى حدوث هذا الصراع كما قلنا. وأهم من ذلك أن كل منهما سيستعمل كل ما لديه من وسائل دمار، إما للدفاع عن مصالحه وحقوقه أو لفرض إرادته على الغير. لاحظوا الحرب في القانون الدولي كمصطلح يقترن بالدمار، يقترن بالنزاع، كل طرف يحاول أن يستخدم كل ما أتيح له من أسلحة، إما ليدافع عن مصالحه الموجودة سابقا أو لكسب مصالح وغنائم جديدة، أو لإخافة الغير وفرض إرادته عليه. طبعا اسمه القانون الدولي، وهو الذي يحكم العلاقات بين الدول. والجواب على سؤال المهيمن، طبعا الحرب وفقا للقانون الدولي الذي لا تكون إلا بين الدول. طبعا سنرى هناك النزاع الداخلي المسلح سنتكلم عنه بعد قليل، لكن لا يعتبر حربا في القانون الدولي. الحرب ستكون بين دولتين وفقا لأحكام القانون الدولي. أصلا تعريف القانون الدولي، ما هو القانون الدولي؟ هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول أو بين الدول والمنظمات الدولية. فلا يسمى قانون دولي إلا إذا كان يتكلم عن أحكام في العلاقات بين الدول خارج حدود الدولة الواحدة. أما عندما نكون ضمن حدود الدولة الواحدة فإننا نتكلم عن القانون الداخلي بفروعه المختلفة، من قانون المدني وقانون جزائي وقانون تجاري وقانون أحوال شخصية إلى آخره. مجرد أننا نتكلم عن القانون الدولي فهذا القانون أطرافه هي الدول، أطرافه هي الدول وفي بعض الأحيان المنظمات الدولية. فهذا النزاع وفقا للقانون الدولي يجب أن يكون ما بين دولتين، وأن تستخدم فيه وسائل الدمار ووسائل العنف، إما للدفاع عن مصالح موجودة أو لفرض الحقوق إرادة أحد الطرفين على الآخر. فهو وفقا للقانون الدولي لا يكون إلا بين الدول. لاحظوا، أوضحنا النزاع المسلح بين بعض الجماعات ضمن دولة، أو نضال مسلح قام به إقليم ثائر، مجموعة من الثوار الذين ثاروا على نظام الحكم الموجود لديهم، أو مجموعة من المواطنين الذين يحاولون قلب نظام الحكم. هذا لا يعتبر حرب دولية، إنما هو نزاع داخلي. فإن تسلح فيه الأطراف فإنه يسمى نزاع مسلح ولكنه غير دولي. طيب، قلنا هنا ربما هناك انقلاب، محاولة لقلب نظام الحكم، وربما هناك نضال قام به ثوار. فهل عند أحدكم معرفة بالفرق بين الثورة والانقلاب؟ كمصطلحات نستخدمه أحيانا نقول ثورة وأحيانا نقول انقلاب، ما الفرق بينهما؟ هل هناك أحد عنده معلومة حول الفرق بين الثورة والانقلاب؟ طيب أنا أبدأ وبعد ذلك يعني إن أردتم استكمال الجواب. طبعا هناك عدة فروقات بين الثورة والانقلاب. كما قال مهيمن، الانقلاب عسكري. نقول هنا من حيث المصدر، من حيث المصدر تماما كما قال ياسر أيضا، من حيث المصدر الانقلاب تقوم به جهة عسكرية أو جهة منسقة مع العسكر، مدعومة، ربما لا يقوم به العسكر دائما، ربما يقوم به زعيم حزب المعارضة، رجل ليس عسكريا سياسيا لكن بالتنسيق مع العسكر، تنسيق مع الجيش.
أما الثورة فبالفعل يقوم بها الشعب أو غالبية الشعب، لن نقول دائما الشعب كله وإنما غالبية الشعب، هذا الفرق بينهما من حيث المصدر. الانقلاب تقوم به فئة عسكرية أو فئة مدنية بالتنسيق مع العسكريين، والثورة يقوم بها الشعب أو غالبيته. الفرق الثاني بينهما قال من حيث الوسائل، الثورة غالبا ما تستخدم الوسائل السلمية للتعبير عن مطالب، أما الانقلاب فهو بطبيعته دموي وتستخدم فيه وسائل العنف، لأن فريق سينقلب على فريق آخر فكل منهما سيكون يؤيده جانب من الجيش، فيؤدي هذا الأمر إلى وقوع حرب اقتتال دموي. الفرق الثالث بينهما وهو يعني من الفروقات الجوهرية من حيث الهدف، الثورة تهدف إلى التغيير الشامل غالبا، ليس فقط قلب نظام الحكم وإنما تغيير سياسي، تغيير اقتصادي لتحسين الرواتب والأجور إلى آخره تماما. أما الانقلاب فهدف فقط، اسمه انقلاب، تغيير نظام الحكم، الانقلاب هدفه فقط تغيير نظام الحكم، أن يتغير رأس الدولة أو رئيس هذه الدولة أو ملكها، ليس إلا ربما يبقى الوضع في الدولة كما هو من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه هي الفروقات بين الثورة والانقلاب. نعود إلى موضوعنا، الثورة، الانقلاب، النزاع المسلح الذي يقوم ضمن الدولة بين أطراف فيها، هذا ليس حربا دولية، طالما أنه استخدم فيه السلاح فهو يسمى نزاع مسلح غير دولي، وسنعود إلى بعض الأحكام الخاصة به ضمن ندوتنا. الآن هذا التعريف طبعا للحرب تطور مع تطور القانون الدولي الإنساني. إذا أردنا أن نتكلم عن القانون الدولي الإنساني، الآن أنا منذ قليل عرفت لكم القانون الدولي العام بشكل عام، قلت بأن القانون الدولي العام طبعا أقصد، لأن هناك العام والخاص، تطبيق القانون الدولي العام مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول أو بين الدول والمنظمات الدولية خارج حدود الدولة الواحدة. أما عندنا القانون الدولي الخاص أمر آخر، القانون الدولي الخاص مجموعة القواعد التي تنظم الأحكام الخاصة بعلاقة فيها طرف أجنبي، يعني الأشخاص كلهم سوريين وهناك مثلا شخص مصري دخل طرف في علاقة قانونية، فهل سنطبق القانون السوري أم المصري؟ هذا ما يسمى بتنازع القوانين أو القانون الدولي الخاص، هو دولي على مستوى أفراد، أما القانون الدولي العام دولي على مستوى دول. أحد فروع القانون الدولي العام هو القانون الدولي الإنساني، فهذا القانون الدولي الإنساني إذا أردنا أن نعرفه الآن بتعريف دقيق هو فرع من فروع القانون الدولي العام، يتضمن مجموعة قواعد قانونية تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. لاحظوا هنا بدأنا بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام، لأن القانون الدولي العام الذي يمثل العلاقات بين الدول وبينها وبين المنظمات الدولية له فروع كثيرة، هناك القانون الدولي البيئي وهناك القانون الدولي للبحار وهناك عدة فروع له، ففرع منه هو القانون الدولي الإنساني. القانون الدولي الإنساني لم يكن يسمى هكذا في البداية، كان يسمى قانون الحرب، الحقيقة التسمية ليست جيدة ولكنها كانت معبرة، لأن هذا القانون كان يتدخل عندما يعني تنشب حرب بين دولتين، بعد ذلك سموه قانون النزاعات المسلحة، مع أن الحرب هي نفسها النزاع المسلح لكن على الصعيد الدولي. في النهاية قالوا بأن هذا القانون الهدف منه هو حماية المدنيين، وهو التخفيف من قسوة الحروب ومنع استهداف الأماكن المدنية والطبية كما سنرى وغيرها، فدعونا نسميه بتسمية إنسانية، فاستقروا على تسميته بالقانون الدولي الإنساني، فهو من فروع القانون الدولي وهدفه هو حماية ضحايا النزاعات المسلحة. لكن لاحظوا هنا عندما عرفنا الحرب قلنا الحرب تكون دولية كتسمية حرب، لكن القانون الدولي الإنساني يطبق على الحرب كنزاع مسلح دولي ويطبق أيضا على النزاعات المسلحة الداخلية التي تكون ضمن نفس الدولة ولا تكون دولية، فهو يطبق على الأمرين. إذا مصطلح الحرب لا يشمل في هذه الحالة، مصطلح الحرب لا يشمل النزاع المسلح الداخلي، ولكن القانون الدولي الإنساني يطبق على النزاع المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح الداخلي، وسنفصل هذا الأمر لاحقا. الآن نحن عرفنا الحرب المدني، الحرب إذا في تعليق طبعا صحيح كلامك أخي، في البداية كان يخص العسكريين
بعد ذلك الأسرى. الاتفاقية جنيف الرابعة بالفعل هي التي سنتطرق لها أكثر، هي التي تكلمت أكثر عن المدنيين، وهذا ما كنت سأذكره في هذه الفقرة. الآن نحن عرفنا القسم الأول من مصطلحات البحث وهو الحرب، القسم الثاني وهو المدنيون. ما بتعريف المدنيين؟ الآن لو نحن بدأنا مثل ما نقول بتعريف شائع، أي واحد مننا وربما يقول المدني هو الذي ليس بعسكري، أو هو الذي مثلا لا يشترك ضمن القتال في القوات المسلحة، ربما هذا التعريف الذي يأتي إلى ذهننا كتعريف عام للمدني. والمجتمع الدولي كله قبل اتفاقية جنيف الرابعة في 1949 لم يكن يبحث عن تعريف قانوني دقيق للمدنيين. جاءت هذه الاتفاقية وعرفت المدنيين بأنهم الأشخاص الذين ليس لهم دور إيجابي في القتال. هذا هو في البداية التعريف، إذا كل شخص ليس له دور إيجابي في القتال، لا يشارك في القتال بين الفئات المتقاتلة، لا يشارك في القتال بين أطراف النزاع المسلحة، لا يتدخل في هذا الأمر، بما فيهم العسكريون العاجزون عن القتال. لاحظ بعد أن بدأت بالتعريف بشكل عام خصصت حالة من الحالات لتؤكد لنا بأن هؤلاء الذين هم بالأساس عسكريون لكنهم يعتبروا من المدنيين. من هم؟ هم العسكريون العاجزون عن القتال، هو عسكري وعنده رتبة عسكرية ولكنه الآن عاجز عن القتال، تعرض لإصابة، أصيب بمرض، لا يشارك في القتال، فهذا هنا له صفة المدني. إذا ليست الصفة للهوية التي يحملها بأنها هوية عسكرية، الصفة تنسب له كعسكري أو مدني ليس استنادا إلى الهوية، هل هويته مدني أو عسكري؟ استنادا إلى هل هو يشارك في القتال بشكل فعلي؟ قال دور إيجابي، مو دور سلبي. هو شاهد شخص ينزف وامتنع عن إسعافه، مما أدى مثلا إلى وفاة هذا الشخص، هذا كان له دور سلبي في المساهمة، لا علاقة به هنا، إنما هو شخص ليس له دور إيجابي في القتال، لم يحمل السلاح، لم يقاتل مع أحد الأطراف، و يدخل بهم أيضا العسكريون العاجزون عن القتال، هويته عسكري ولكنه لا يقاتل، عاجز عن القتال، فهذا يعتبر ضمن المدنيين المشغولين بالحماية. أما مدني ولكنه يقاتل، هويته مدنية منضوي تحت الفرق، ففي هذه الحالة فإنه ليس من المدنيين المشمولين بالحماية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاولت أن تضع تعريف أوضح، هذا تعريف الاتفاقيات جنيف جائعة واسعة، فقالت يقصد بالسكان المدنيين جميع الأشخاص الذين لا يمدون بصلة إلى القوات المسلحة والذين لا يشاركون في الأعمال القتالية. نلاحظ بأن التعريف هنا اختلف، وضع قيدين، أولا أنك يجب أن لا تمد بأي صلة إلى القوات المسلحة، هذا الشرط الأول أنك مدني، وثانيا أنك لا تشارك في الأعمال القتالية. معناها وفق تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لو أنك أحد أفراد القوات المسلحة ولكنك لا تشارك في القتال فإنك مشمول في هذه الحالة، فإنك لست مشمول بمصطلح المدنيين. أما وفقا للحالة الأولى طالما أنه ليس لك دور إيجابي في القتال فإنك مشمول وفقا لتعريف المدنيين. طبعا بذلت عدة جهود لحماية هؤلاء المدنيين سابقا وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي كان عرفيا غير مدون، ولاحقا وفقا للاتفاقيات الأربعة مدونة. الآن يعني لو نرى فيديو يتكلم لنا بشكل عام عن اتفاقيات جنيف، أو لا ننهي فقرة قبل أن نتابع هذا الأمر لنتكلم عن هذه الاتفاقيات. ف في تعريف المدنيين نرى، نريد أن نقارن مع الشريعة الإسلامية، يعني هل الشريعة الإسلامية عرفت مصطلح المدنيين بهذا المصطلح كما عرفه القانون الدولي الإنساني؟ تماما تماما، الطباخ العسكري لا يشارك في الحرب، صحيح هذا الكلام محمد باسل، كلام دقيق. الشريعة الإسلامية لا تتكلم عن المدنيين ولكن تتكلم عن مصطلح له نفس المعنى أو شبيه بهم، وهي الفئات غير المقاتلة أو الفئات التي لا يأتي منها القتال. الشريعة الإسلامية تتكلم عن المقاتلين أو المحاربين، وتتكلم عن الفئات غير المقاتلة أو الفئات التي لا تشارك في القتال، ففي الحقيقة هي لا تستعمل نفس المصطلح المدنيين، ولكن المصطلح الذي تستخدمه وهو غير المقاتلة
يفهم منه ذات المعنى وهم المدنيين. يعني هي تستخدم مصطلح آخر غير المقاتلين، ولكن الواحدين بأنهم هم المدنيون في هذه الحالة، لأن الشريعة الإسلامية طبعا هناك اتجاهان، هناك اتجاه مضيق واتجاه موسع في تحديد الأطراف غير المقاتلين. وفقا للاتجاه المضيق فالأطراف غير المقاتلين هم النساء والأطفال فقط، طبعا آراء فقهية لسنا بصدد التوسع فيها. وفقا للاتجاه الموسع فغير المقاتلين هم كل من لا يشترك في القتال، نساء، صبيان، شيوخ، رجال دين، رعايا دول أخرى، سفراء، أصحاب عاهات، مرضى إلى آخره. ففي هذه الحالة نرى بأن الشريعة الإسلامية يعني حصرت المدنيين في مجموعة من السكان وفقا للجنس، هم من النساء أو من الصبيان أو من الشيوخ، وفقا للنوع هم رجال الدين، هم السفراء، ذوي المهام الدبلوماسية، وفقا لصفتهم بأنهم مرضى أو ذوي عاهات، هؤلاء كلهم هم غير المقاتلين أو ما يسمى في المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني. طبعا إذا بدأنا بفكرة القواعد العامة لحماية المدنيين بعد أن بينا المصطلحات، ففي البداية لا بد أن نتكلم عن سأجيبك أخي إسماعيل بعد قليل، لا بد أن نتكلم عن المرتكزات أو القواعد الأساسية التي انطلقت منها حماية المدنيين. حماية المدنيين انطلقت من قاعدتين أساسيتين. طبعا القاعدة الأولى التزام الأطراف المتحاربة بتوجيه وقصر عملياتها العسكرية على إضعاف أو تدمير القوة العسكرية للطرف الآخر، وليس التدمير الكلي لمواطني الدولة الأخرى. انتبه، إذا الأطراف المتحاربة أو الطرفان المتحاربان سيلجأان إلى العمليات العسكرية، وهذا أمر طبيعي ومن طبيعة الحرب. هذه العمليات يجب أن يكون الهدف أو أن تكون الغاية منها هي إضعاف القوة العسكرية للطرف الآخر الذي يحاربنا، أو حتى تدميرها. لا مانع أنت تدمر القوة العسكرية للطرف الآخر وهو يحاول أن يدمر قوتك العسكرية، وهذا من طبيعة الحروب، ولكن لا يجب أن يكون الهدف الأساسي هو أن تدمر الدولة الأخرى أو مواطنيها أو المرافق الحيوية والعامة الموجودة فيها كما سنفصل. القاعدة الثانية المتلازمة والمرتبطة مع الأولى تحريم توجيه العمليات العسكرية أو أي عمليات عدائية أو هجومية ضد السكان طالما أنهم لا يشتركون بالفعل في القتال. طالما أن سكان البلد الذي نتحارب معه هم مدنيون لا يشاركون في القتال بأي طريقة كانت، فلا يمكن أن نوجه ضدهم أي هجوم أو أي عملية عسكرية. طبعا القواعد العامة لحماية المدنيين نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، وأضاف إليها البروتوكولان كما سنرى في التفصيل لاحقا. وأبدأ الآن، يعني أريد أن تروا فيديو يشرح لكم عن اتفاقيات جنيف وعن البروتوكولان إضافيا، ويساعدكم يعني في تنشيط الذاكرة حول هذه الأمرين. أحاول أن أفتح الفيديو الآن. يحمي القانون الدولي الإنساني البشر حول العالم عن طريق الحد من المعاناة التي تنجم عن الحق. وترسم اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي اتفقت في شأنها يحمي القانون. القانون الدولي الإنساني البشر حول العالم عن طريق الحد من المعاناة التي تنجم عن الحق. وترسم اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي اتفقت بشأنها البلدان حول العالم فوارق واضحة بين من يقاتلون ومن لا يقاتلون كالجرحى والمدنيين وأسهى الحرب، وهي تواصل التعامل مع التحديات التي يواجهها البشر والمجتمعات بسبب الحرب الحديثة. تحمل الاتفاقية الأولى جهود الجرحى والمرضى وتكفل لهم المعاملة الإنسانية والرعاية الطبية والحماية من العنف بما في ذلك القتل والتعذيب، وهي تكفل جمع المرضى والجرحى والموتى في الوقت نفسه حماية الطواقم والمرافق،
وتعترف باتفاقية الصليب الأحمر والهلال الأحمر على نفين مرئيتين للحمار. وتعد الاتفاقية الثانية الاتفاقية الأولى لتتواءم مع القوات المسلحة في البحار الجرحى والمرضى والغرق. أما الاتفاقية الثالثة فتحمي أسرى الحرب، إذ يجب أن يعامل أسرى الحرب معاملة إنسانية، وعلى الأقل لا يقتلون ولا يعذبون، ويجب ألا يتعرضوا للعنف الجنسي. أما النساء وأسرى الحرب الآخرين الذين يواجهون مخاطر معينة فيستفيدون من تدابير حماية خاصة، ويجب تزويد أسرى الحرب بما يكفي من الغذاء والماء والملبس والمأوى والرعاية، ويجب السماح لهم بالكتابة إلى دويهم في أوطانهم واستقبال زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإفراج عنهم دون تأخير بعد توقف العمليات العدائية الفارغة. وتحمي الاتفاقية الرابعة المدنيين، لا سيما الذين يقعون في قبضة العدو، ويجب معاملة المدنيين المشمولين بالحماية معاملة إنسانية، فلا يسمح مطلقا بأعمال القتل أو التعذيب، ويجب ألا يتعرضوا للعنف الجنسي. وتحظى المجموعات التي تواجه مخاطر معينة بما في ذلك النساء والأطفال بالحماية على وجه التحديد، ويجب على سلطة الاحتلال تكفل بقدر الإمكان إمدادات الغذاء والإمدادات الطبية للسكان. وتتضمن الاتفاقية قواعد خاصة بالإغاثة الإنسانية وتحمي المدنيين المحتجزين بما في ذلك حق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة. يجب تطبيق الاتفاقيات دون تمييز أيا ما كان على سبيل المثال على أساس فرد أو جنسه أو قوميته أو دينه أو آراء الجنسية. ومع أن اتفاقيات جنيف تحكم النزاعات المسلحة الداخلية أي التي تندلع بين الدول، لأن المادة 3 المشتركة في تنفيذ الاتفاقيات تكفل صور الحماية الأساسية في جميع النزاعات المسلحة غير الدولية، أي تلك التي تشمل أطرافا من غير الدولية. وهذا أمر ضروري، لأن مثل هذا النوع من النزاعات هو الذي يشكل أغلبية النزاعات في الوقت المعاصر، وتوسع البروتوكولات الإضافية الثلاثة نطاق الضمانات التي تكفلها اتفاقيات جنيف. فيحدد البروتوكول الأول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية المبادئ الأساسية لسير العمليات العدائية، بالإضافة إلى أشكال الحماية المهمة الأخرى. ويضم البروتوكول الثاني قواعد حيوية لبعض النزاعات المسلحة غير الدولية. ويعترف البروتوكول الثالث بالكريستالة الحمراء شارة إضافة. ويكمل القانون الدولي الإنساني العرفي المعاهدات لجميع أنواع النزاعات المسلحة. يدعم القانون الدولي الإنساني الإنسانية في حالات النزاع، فهو يسعى إلى الحيلولة دون وقوع ما هو أسوأ في أسوأ الأوقات. ومتى احترمت أطراف النزاع القانون الدولي الإنساني يمكنها تجنب وقوع مظالم وأضرار يستحيل جبرها، ما يسهل العودة إلى السلام. يعني شاهدنا هذا الفيديو التوضيحي عن اتفاقيات جنيف الأربعة، وطبعا ما يهمنا أكثر نحن موضوع الاتفاقية الرابعة التي ركزت على حماية المدنيين، لكن كان من الضروري لتكامل الأفكار أن تطلعوا لمن ليس لديه يعني معلومات على الاتفاقيات الأربعة والبروتوكولات. طبعا البروتوكول الثالث حول أن شارة الكريستالة لا أهمية يعني عملية له، لذلك التركيز في الأحكام هو على البروتوكولين. طبعا كان احدكم يسال عن اهل الذمه، بالتاكيد اخي ان اهل الذمه في وفقا للشريعه الاسلاميه الذين بينهم وبين المسلمين ذمه فلا يعني يقاتلون طبعا ما لم يخرقوا هذه الذمه، وهذه يعني ما ينص عليه القران الكريم واحكام الشريعه الاسلاميه بالتفصيل. طبعا سارسل لكم طبعا هذه الندوه، ستكون مسجله حسب ما اعلم وتتوافر على القناه لاحقا، وسأرسل لكم يعني الملف إن شاء الله، أرسله للإدارة، الإدارة هي التي مسؤولة عن هذه الأمور إن شاء الله. طيب الآن لو نبدأ بعد أن بينا القاعدتين الأساسيتين، لو نتكلم الآن في القواعد العامة لحماية المدنيين. هذه القواعد سنتكلم عنها أولا في اتفاقية جنيف 1949، وبعد ذلك سنتكلم عنها في البروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقية جنيف اللذان تم إضافتهما في عام 1977. طبعا استعراض سريع لأن غالبية هذه الأحكام واضحة، يعني سنعلق على الأحكام التي تحتاج إلى توضيح أكثر. أولا في اتفاقية جنيف لا يجوز توجيه الهجوم أو العمليات القتالية ضد المدنيين إلا إذا شاركوا مباشرة في القتال. هؤلاء أشخاص مدنيون كما عرفناهم، فلا يمكن أن يوجه الهجوم أو أي عملية من الأعمال الحربية ضدهم، لكن عندما يشاركوا بشكل مباشر في القتال
يفقدون صفتهم كمدنيين ويزول هذا الاستثناء. لا يجوز مهاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح. نسمع أحيانا على اتفاق الأطراف على تحديد منطقة بأنها منزوعة السلاح، لا وجود للسلاح فيها، فتلتزم جميع الأطراف المتحاربة بعدم مهاجمة هذه المنطقة بكونها منطقة آمنة ومنزوعة السلاح. أكثر من ذلك، هؤلاء المدنيون لا يكفي فقط أننا لا نستهدفهم بالعمليات الحربية أو القصف، وإنما يجب أن ننشئ لهم مناطق آمنة من أجل حمايتهم طالما أنهم لا يشاركون في العمليات العدائية. هناك أيضا حماية للمرافق المدنية وخاصة المرافق الجوهرية، فلا يجوز الهجوم على المشافي الميدانية التي تستخدم من أجل إسعاف الجرحى والمرضى وإلى آخره. هذه لا يجوز أبدا الهجوم عليها إلا إذا تبين أن هذا المشفى تحول عن عمله الأساسي إلى القيام بأعمال حربية ضارة بالطرف الآخر، ففي هذه الحالة يمكن أن يتم استهدافه، ولكن لا يعتبر من قبيل الأعمال الممنوعة أن يوجد عسكريون تتم معالجتهم في هذه المشافي، أو توجد في هذه المشافي أسلحة صغيرة أو ذخائر أخذت منهم ولم تسلم بعد للإدارة. يعني هذا ليس مبررا بأنه نحن في هذا المشفى عندنا عسكرية تعالج، هذا لا يبرر أن يتم قصف هذا المشفى وأنه لم يعد يعني يتمتع بالحماية، وحتى ولو وجدت أسلحة قبل أن يتم تسليمها إلى الإدارة. أيضا وسائل النقل تتمتع بالحماية، لا يجوز الهجوم على وسائل النقل سواء كانت برية أو بحرية أو جوية طالما أنها تستخدم من أجل نقل الجرحى والمرضى المدنيين. أكيد عندما تستخدم يعني الطائرات من أجل القصف فإنها يعني ستزول حمايتها. لا يجوز استخدام المدنيين كدروع بشرية من أجل منع حدوث الهجوم بداية أو من أجل صد الهجوم على أهداف عسكرية، وهذا الأمر نراه كثير من الناحية العملية بأن بعض العسكريين يستخدمون المدنيين كدروع من أجل أن يهاجموا هدفا عسكريا أو من أجل أن يصدوا هجوما وقع عليهم. أيضا نصت الاتفاقية على حظر الهجمات العشوائية، عرفت الهجمات العشوائية حتى لا يفسرها كل طرف أو كل دولة في طرف في النزاع كما تريد، فعرفتها تعريفا دقيقا، قالت في اتفاقية جنيف: الهجمات العشوائية هي الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري أو من شأنها أن تصيب أهدافا عسكرية ومدنية وأشخاصا مدنيين على السواء. فهي إذن من وجود أو هي أحد احتمالين، إما تعتبر هجمة عشوائية، كل هجمة لا توجه إلى هدف عسكري، ما عم يضرب هو المقر العسكري، عم يضرب غيره بشكل عام، فهذا يعتبر هجوما عشوائيا لا يقبل به القانون الدولي الإنساني والاتفاقية ويمنعه. أو هي الهجمات التي من شأنها أن تصيب أهدافا عسكرية ومدنية وأشخاص مدنيين على السواء. هذا الكلام نقوله عشوائي، يعني كما يقولون أينما تصيب فلتصب، هي ربما تصيب المدنيين وربما تصيب العسكريين وربما تصيب أهداف مدنية وربما أهداف عسكرية، يعني رماها ولا يهمه أين تسقط هذه القنبلة مثلا، أو قصفت الطائرة بشكل عشوائي هذه المدينة أو هذه القرية، ربما تصيب هدف مدني وربما تصيب هدف عسكري ولم يكن هذا الأمر يعني واضحا. أيضا لا يجوز توجيه الهجوم ضد الأشياء التي لا غنى عنها لحياة المدنيين. الأشياء الجوهرية التي لا غنى عنها لحياة المدنيين أيضا لا يجوز أن يوجه الهجوم أثناء الحرب عليها، موادهم الغذائية، المياه الشرب الضرورية، مياه الري الضرورية، المناطق الزراعية التي يعتمدون فيها على المزروعات، المواشي، هذه الأمور كل ما يحتاجونه، خطوط الكهرباء، خطوط الاتصالات، الأمور الجوهرية التي يحتاجها المدنيون فلا يجوز أن يوجه الهجوم عليها. أيضا يجب أن تسمح الأطراف المتحاربة بمرور شحنات الأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية المرسلة إلى المدنيين، وهذا الأمر نرى فيه في كثير من الأحيان لمن يحترم، طبعا ليس للجميع، لمن يحترم القانون الدولي الإنساني نرى بالفعل رغم الخلافات بينهم تمر شحنة أدوية عليها شعار الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، تمر من منطقة الطرف الأول إلى منطقة الطرف الثاني لأنها تأخذ أدوية إلى المدنيين، لأنها توصل إليهم أغذية، لأنها توصل إليهم مستلزمات طبية، فهذه الأطراف كلها تلتزم بتسهيل عملها. أيضا في أمر عائلي، يجب
أن يقوموا بحماية الأسر التي شتتتها الحرب. هناك أسر شتتتها الحرب، فهذه أيضا تلتزم الأطراف المتنازعة بحمايتها. هذه الأسر تفرق أفرادها بسبب الحرب، ربما يكون الأول يقيم في منطقة الطرف الأول متحارب والثاني في منطقة الطرف الثاني، أو تغيرت مناطق السيطرة فأصبح كل منهما في جهة. فلاحظوا، لو يطبق القانون الدولي الإنساني ما أجمل قواعده، يجب أن يسعوا الأطراف المتحاربين إلى لمشم هذه الأسر وأن يسهلوا الاتصال فيما بينهم. إذا اضطروا إلى احتجاز المدنيين بشكل مؤقت، فيجب المسارعة بإطلاق سراحهم بعد انتهاء النزاع. يعني ربما نتخيل أنهم احتجزوا المدنيين مثلا بسبب خطورة الوضع، أو بسبب أن الطرف الآخر يقوم بقصف عشوائي إلى آخره، أو هؤلاء المدنيين في مناطق تحت الأرض آمنة إلى آخره، فمباشرة بعد انتهاء النزاع يجب أن يقوموا بإطلاق سراحهم. عندنا بعد ذلك القواعد العامة لحماية المدنيين كما وردت في البروتوكولان الإضافية لعام 1977. الحقيقة بعد مرور 28 عاما على اتفاقيتي جنيف، وجدوا بأن هذه يعني سأجيبك أخي محمد، هذا الأمر سيكون جدلي كبير، العقوبات المفروضة على من يخالف اتفاقية جنيف سأعود إليها. طبعا لا يجوز استخدام الأسلحة الكيماوية والبراميل، هذه مذكورة كما قال عبد الملك، سأعود إلى هذه الأمور لاحقا، وستكون هي موضوع نقاشنا يعني بعد أن ننهي العرض النظري. طبعا البروتوكولان وجدا بأن يعني رغم أن النصوص المذكورة في اتفاقية جنيف جيدة، ولكنها قاصرة تحتاج إلى إضافة أمور أخرى تشملها الحماية. فأضافا بعض الأمور، ومنها التزام الأطراف المتحاربة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة عند الهجوم لتفادي إصابة السكان والأشخاص والأعيان المدنية. كان النص عاما بحظر الهجمات العشوائية، ولكن هنا ألزمهم أن يتخذوا احتياطاتهم بأن لا يصيبوا المدنيين ولا الأعيان المدنية ولا الأماكن المدنية، الجامعات، المشافي إلى آخره نهائيا. التزام الأطراف المتحاربة بالمعاملة الإنسانية للأشخاص المدنيين الذين يقعون في قبضتهم. دخل طرف وسيطر على قرية كانت عند الطرف الآخر، وقع عنده أشخاص، فيجب أن يعاملهم بشكل إنساني، لا يميز بينهم على أساس الجنس ولا على أساس اللون بين الأبيض والأسود، ولا على أساس العرق، ولا على أساس اللغة، هل هو يتكلم لغة أم لغة أخرى إلى آخره، ولا على أساس الدين. هذه الأمور كلها أي تمييز يرفضه القانون الدولي الإنساني. عدم جواز ممارسة أعمال العنف ضد المدنيين أيضا بشكل عام، كل أعمال العنف ممنوعة، القتل، التعذيب، التشويه، الحرق، الكي، حتى انتهاك كرامته، يعني إجباره على القيام بأمر لا يرضاه، هذا فيه انتهاك للكرامة وهو أمر غير مقبول. لا يجوز أن نحاسب أي مدني عن ذنب لم يرتكبه بشكل شخصي، هناك قضاء، أن توجهت له تهمة فمن حقه أن يخضع لقضاء عادل، والقضاء ينظر في هذه القضية وفقا للقانون الموجود، ويعني يتم التحقيق فيها والتحري ومحاكمة المحامي عندما يكون ذلك مسموحا، ولا يمكن أن تحاسبه حتى ولو وقع في قبضتك عن أمر أنت تظن به ظنا أو تتهمه به دون إثبات أنه قام بذلك. حقه أن يسأل وأن يحاكم بشكل عام. إذا اضطر الأطراف المتحاربون كما قلنا بأسر مدنيين، فيجب أن يبلغوهم بأسباب أسرهم وأن يبادروا إلى إطلاق سراحهم فور زوال الأسباب. نحن أسرناكم مثلا لإجراء وقائي، هناك أخبار وصلتنا عنكم، أو نحن أسرناكم مثلا لأن هذه المنطقة فيها خطورة وتبادل قصف بيننا وبين الطرف الآخر، فأسرناكم عندنا وأملناكم في ملاجئ أو مصادر. يجب أن نوضح لهم السبب لماذا أسرناهم، وفور زوال يعني سبب هذا الأسر أو سبب الخطر، يجب أن نسرع إلى إطلاق سراحهم. إن كان هناك سؤال فأسمعه الآن قبل أن نأخذ استراحة يعني 10 دقائق ونتابع الجزء المتبقي. إن كان عند أحدكم أي استفسار طبعا نعم، إعادة روابط الأسرية، هذا البرنامج نعم مدعوم كما ذكرت أخي مهيمن من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. محمد، بالنسبة للعقوبات المفروضة على الدول المخالفة لاتفاقية جنيف، طبعا هذه الدول خرقت القانون الدولي الإنساني،
وفي هذه الحالة تعرضت للعقوبات، ولكن المشكلة في غياب هذه الإجراءات على أرض الواقع، كما سنتناقش، سأخصص الجزء الأخير للنقاش حول غياب التطبيق العملي لعقوبات على من يخالف القانون في تربية الإحسان. هناك عقوبات منصوص عليها نظريا، ولكن المشكلة في غياب التطبيق العملي، وهذا سيكون محور نقاشنا في الجزء الأخير من المحاضرة. إن كان هناك أي تعليق آخر. نعم، أخي فارس، فرق كبير للقوانين في غزة، فرق كبير للقوانين في سوريا، وهذا الأمر للقانون الدولي الإنساني ولمختلف مواده، هذا الأمر هو الذي سيكون محور النقاش. نحن عندنا بعد العرض النظري سيكون نقاش، هذا هو السؤال الأوسع في النقاش، عن أسباب هذا الفرق، لماذا حصل هذا الفرق، كيف يمكن معالجته، كيف يمكن تطبيق هذه القواعد بشكل عملي طالما أنها مغيبة من الناحية التطبيقية. طيب الآن إن لم يكن عندكم سؤال، نتوقف 10 دقائق، خاصة أذن عندنا المغرب وتعلمون أن المغرب وقته قصير لأداء الصلاة، وبعد 10 دقائق نتابع ندوتنا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا الآن لمتابعة الندوة بعد الاستراحة. طبعا الآن بعد أن تكلمنا، جميل هذا الرأي أخي فارس بالفعل، وسنتناقش به لاحقا، وسنتطرق أيضا بجزئية إلى الحال التي تحصل في غزة، وهذا الخرق الشنيع من إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. الآن بعد أن تكلمنا، لكن نتابع في البداية العرض النظري، بقيت لدينا فقرة لكنها موسعة. بعد أن تكلمنا عن تعريف الحرب وتعريف المدنيين والقواعد العامة لحماية المدنيين في اتفاقية جنيف والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها، سنتكلم عن القواعد الخاصة بحماية فئات من المدنيين. الحقيقة بالإضافة إلى القواعد العامة لحماية المدنيين التي استعرضناها منذ قليل، قررت اتفاقية جنيف والبروتوكولان الملحقان بها قواعد خاصة بحماية فئات محددة من المدنيين، لأنهم بحاجة إلى حماية أوسع من الحماية العامة المذكورة، وهم خمسة فئات: النساء، الأطفال، العاملون في المجال الطبي، والعاملون في المجال الإغاثي والإعلامي. أولا، فيما يخص النساء، القانون الدولي الإنساني أكد في اتفاقية جنيف وفي البروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1977 على حماية خاصة للنساء، طبعا إضافة إلى الحماية العامة التي ذكرناها ويتمتع بها المدنيون من حيث وجوب حجز النساء في أماكن خاصة بهن وغير ذلك. بالنسبة للأطفال، قواعد القانون الدولي الإنساني منحت حماية خاصة للأطفال أثناء الحروب، تختلف عن غيرهم من فئات المدنيين. هذه الحماية تبدو في وجوه كثيرة. أولاً، يجب أن تؤمن الأطراف المتحاربة للأطفال العناية الخاصة التي يحتاجونها بسبب سنهم. وكما نعلم، يعني وفقاً للتعريف الشائع، الطفل هو كل شخص لم يكمل 18 من عمره، فهو الذي يعتبر طفلاً في هذه الحالة. فيجب أن تؤمن لهم العناية لأنهم بحاجة إلى عناية أكثر من البالغين بسبب سنهم المنخفضة. ثانيا، لا يجوز السماح للأطفال بالاشتراك في العمليات القتالية، ربما هم يرغبون ولكن يجب منعهم من ذلك، لأن هنا هم يطلبون الاشتراك ولكن لا يجوز السماح لهم بذلك. أكثر من ذلك، لا يجوز إجبار الأطفال على العمل في حالة الاحتلال الحربي. عندما تأتي دولة وتحتل دولة أخرى، فلا يجوز لها أن تجبر الأطفال على العمل بشكل عام معها، ولا يجوز بشكل خاص إجبارهم على العمل في القوات أو الجماعات المسلمة. لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إن كان هذا الحكم قد صدر طبعا بطريقة قانونية وفقا لمحاكمة عادلة، هكذا الفرضية وليس غير ذلك. فلا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على كل من لم يتم 18 من العمر وقت ارتكاب الجريمة. وكما يعلم دارسو القانون، هؤلاء يسمون بالأحداث الجانحين من ارتكب جريمة وعمره دون 18، ويخضع لمحاكم خاصة ولي إجراءات يعني خاصة في محاكمته ولعقوبات مخففة. يختلف هذا الأمر بحسب سنه أيضا فيما إذا كان دون 15 أو فوق 15، ولكن لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يحكم عليه بالإعدام طالما أنه عند ارتكاب الجريمة لم يكن قد أتم 18 من عمره. إذا تم احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، مثلا من أجل حمايتهم أو من أجل مثلا إبعادهم عن مناطق النزاع، فيجب احتجازهم في أماكن خاصة بهم بعيدة عن البالغين، ما عدا إذا كان معهم أفراد من أسرهم، فيحتجز مع أفراد أسرته في مكان مخصص لإقامة هذه العائلة. كل هذه الأحكام الهدف منها يعني معاملة خاصة بالأطفال، كونهم بطبيعتهم يختلفون عن البالغين. الصنف الثالث من الأصناف التي خصصت لها حماية خاصة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني هم العاملون في المجال الطبي. العاملون في المجال الطبي، طبعا عندما قالوا العاملون في المجال الطبي لننتبه، ليس المقصود فقط الأطباء الممرضون، الأخصائيون الفنيون العاملون معهم إلى آخره، كل من يعمل ضمن المجال الطبي. هؤلاء أيضا خصصت لهم اتفاقية جنيف والبروتوكولان الملحقان حماية خاصة بهم في عدة نقاط. أولا، وجوب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية من قبل الأطراف المتنازعة أو المتحاربة، وتقديم المساعدة لهم والدفاع عنهم. هؤلاء لا ذنب لهم فيما يحصل، هؤلاء عملهم إنساني
يقومون بالتطبيب بالإسعاف بالمداواة، فجميع أطراف النزاع يجب أن تسهل عملهم، يجب أن تساعدهم، أن تسهل مرورهم إلى آخره. حظر الأعمال الانتقامية الموجهة ضد العاملين في المجال الطبي وضد الجرحى والمرضى الذين يعتنون بهم. ربما عندما يقتحم طرف على طرف آخر، فأول شيء يعمل للأسف عمل انتقامي ضد العاملين في المجال الطبي وضد الموجودين عندهم في المشفى من الجرحى والمرضى، فهذا الأمر يحظره أيضا في القانون الدولي الإنساني. لا يجوز معاقبة أفراد الخدمات الطبية بسبب قيامهم بتنفيذ مهامهم بطريقة تتفق مع شرف المهنة. هو من واجبه أن يساعد الجريح وأن يضمض جرح هذا الشخص وأن يسعف من يحتاج، هذا واجبه وهذا هو شرف المهنة الذي أقسم عليه، فلا يمكن أن يكون ذلك محل العقاب. نحن نقتله مثلا أو نعاقبه، أحد الأطراف يعاقبه لأنه ساهم في المساعدة في شفاء جريح الطرف الآخر أو الإسراع في إسعافه، هذا الأمر يعني من البديهيات أنه غير مقبول. حرية التنقل والتوجه إلى أي مكان يتواجد فيه الجرحى والمصاب. جرى في العادة أيضا هؤلاء يتنقلون بإشارات مميزة، العاملون في المجال الطبي من أطباء وممرضين وفنيون، فهؤلاء ينتقلون بسيارات توضع عليها إشارات مميزة من الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو غيره من الإشارات التي يتفق عليها الأطراف، فبإمكانهم أن يتنقلوا براحة أكثر من بقية المدنيين، لأن عملهم يقتضي منهم التنقل السريع والإسراع في تقديم ما يحتاجه الجرحى والمصابون بنتيجة الحرب. طبعا يتمتعون أيضا بالحصانة ضد الأسر. إذا وقع مجموعة من الأطراف المنتمين إلى فئة، إلى دولة من الدول بجنسيتهم، لدى الدولة الأخرى المتحاربة معها وقعوا أسرى، ففي هذه الحالة لا يجوز أخذ العاملين في المجال الطبي كأسرى. القانون ينص على حسن معاملة الأسرى من العسكريين وفي بعض الأحيان من المدنيين، أما العامل في المجال الطبي فلا ينطبق عليه وصف الأسير. لا يمكن أبدا أن يتم أسره، هو يتمتع بحصانة تمنع أسره من في قواعد القانون الدولي الإنساني، ولكن كما سنرى الإشكالية في احترام هذه القواعد من الناحية العملية. الفئة الرابعة التي تتمتع بحماية خاصة في القانون الدولي الإنساني هم العاملون في المجال الإغاثي. طبعا العاملون في المجال الإغاثي متنوعون، ضمنهم العاملون في الهلال الأحمر، في الصليب الأحمر، الدفاع المدني الذي يعني رأينا له الكثير من الأعمال في الدفاعات المختلفة وتشكلت فرق كثيرة من المتطوعين في الدفاع المدني، وهذه على سبيل المثال ليست على سبيل الفرض. كل من يعمل في المجال الإغاثي وفي مجال مساعدة المدنيين إنقاذهم إسعافهم إلى آخره، ممن لا يدخل ضمن تعريف العاملين في المجال الطبي فهو يعمل في المجال الإغاثي، تأمين الأغذية الضرورية لهم إلى آخره. هؤلاء الأشخاص طبعا اتفاقية جنيف والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 الملحقان بها أملوا للعاملين في المجال الإغاثي أيضا حماية خاصة بهم من عدة أوجه. أولا كما ذكرنا بالنسبة للعاملين في المجال الصحي، يجب أن تلتزم الأطراف المتنازعة بتسهيل مرور العاملين في المجال الإغاثي، وهذا كنا نراه فعلا عند من كان يحترم القواعد رغم وجود الفروقات الكثيرة. بالفعل العاملون في المجال الإغاثي ينتقلون من جهة إلى أخرى بغض النظر عن الجهة المسيطرة، لأن هؤلاء عملهم إغاثي وعملهم ضروري ويقتضي منهم التنقل بسرعة من مكان إلى مكان آخر، ولا علاقة لهم بأطراف النزاع. فتكملة لذلك الأطراف المتنازعة تلتزم بعدم القيام بأي عمل يعرقل عمل هؤلاء الأشخاص القائمين على العمل الإغاثي، مضايقتهم، أخذ أوراقهم، احتجازهم، منع مرور السيارة التي تقلهم بين الأطراف المختلفة، كل هذه الأمور لا يجوز القيام بها وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. أيضا يجب أن أطراف النزاع أن يحترموا أشخاص العاملين في المجال الإغاثي كأشخاص، يجب أن يتلقوا الاحترام والمعاملة اللائقة بهم في هذه الحالة، وأن لا يقوموا بإهانتهم وإهانة كرامتهم إلى آخره. لكن بالمقابل العاملون في المجال الإغاثي عليهم التزام بأن يراعوا ما يطلبه الطرف الآخر الذي يقيمون على إقليمه. ربما يطلب منهم مثلا في بعض الأحيان طلبات معينة، تقديم أوراق معينة، تقديم ثبوتيات معينة، يتعاونون معه بما لا يمس
بعملهم في هذه الحالة، وإلا إذا شعر أنهم غير متعاونين، إذا شعر بأنهم قاموا بالدخول في الأعمال العسكرية، إذا شعر بأنهم لا يقومون بعمل إغاثية وإنما هي غطاء للقيام بأعمال أخرى، فهنا من الطبيعي أنه يحق له إنهاء مهمتهم، وفي هذه الحالة لن يتمتعوا بالحماية. الفئة الخامسة والأخيرة التي تتمتع بحماية خاصة من المدنيين فيما عدا الحماية العامة وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني هم الصحفيون. طبعا الصحفيون يتمتعون بالحماية العامة المذكورة بشرط أن يبقى هو كصحفي لا يشارك في القتال، لا بصورة مباشرة حمل السلاح وشارك في الأعمال العدائية، ولا بصورة غير مباشرة كما نرى بعض الصحفيين أو الإعلاميين ممن يحرض على القتل. الشخص الذي يعني حمل السلاح وهو يقاتل يشارك بصورة غير مباشرة، الصحفي الذي ينشر مناشير يدعو فيها إلى القتل فهو يشارك بصورة غير مباشرة في الأعمال العدائية، بل ربما عندما يستجاب لنداءاته ولتحريضه يكون ضرره أشد في بعض الأحيان ممن يشارك بصورة مباشرة. من يشارك بصورة مباشرة ربما قتل أطراف يعني معدودين، ولكن عندما يكون هناك تحريض إعلامي وصحفي لقتل الطرف الآخر فربما نجد من يستجيب ويقتل بضربات عشوائية أعداد كبيرة، فيكون هنا الضرر كبيرا جدا. أما الصحفي الذي لا يشارك لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة في الأعمال العدائية فإنه إضافة إلى الحماية العامة التي ذكرناها للمدنيين يتمتع بحماية خاصة تتجسد في عدة نقاط. أولا تلتزم الأطراف المتحاربة بحماية الصحفيين وممتلكاتهم بشرط أن لا تكون ذات طبيعة عسكرية. يحمي الصحفي يحمي ممتلكاته أيضا، هذه الكاميرا التي يحملها، هذا التليفون الذي يستعمله، الأجهزة المحمولة معه، بشرط أنها ليست لها أي طبيعة عسكرية. أما إذا تبين أن لها طبيعة عسكرية فمن الطبيعي أن الحماية ستزول عنها. تلتزم أيضا مختلف الأطراف المتحاربة بأن تمنح الصحفيين قدر معقول من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع. هذا الصحفي يعني نخصص له أماكن آمنة قدر الإمكان لمتابعة عمله بها، ولو أنه في كثير من الأحيان سيضطر بطبيعة عمله أن يذهب إلى المناطق الساخنة، ولكن الأطراف المتحاربة على الأقل كما ذكر يعني لاحقا تقوم بدورها بتحذيرهم في الابتعاد عن مناطق الخطر. طبعا من أجل تثبيت هذه الحماية فأي هجوم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي فهو يعتبر جريمة حرب. وهنا نصل إلى يعني العبارة لمن سأل عن العقوبات، طبعا استهداف المدنيين، استهداف الصحفيين، ضرب الأعيان المدنية، ضرب المشافي، هذه كلها تعتبر جريمة حرب. جريمة حرب لا تسقط بمرور الزمن، لا تسقط بالتقادم، ولكن الإشكال في غياب الجهة التي تحرك هذه الجرائم، وفي غياب الادعاء، وفي غياب التفاعل كما سنتناقش بعد قليل. لا بد من بيان بأن بعض الفئات كما رأينا أن هناك فئات تتمتع بحماية خاصة وأن هناك قواعد عامة لحماية المدنيين، سنرى ذلك لاحقا، أن هناك بعض الفئات لا تتمتع بهذه، ولكن يعني قبل ذلك يجب أن ننتبه بأن المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة يعتبرون غير مقاتلين منتمين للقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، من المخولين باللحاق بجيوش المحاربين، وبالتالي إذا وقعوا في الأسر فإن لهم صفة أسير الحرب ويتمتعون بالحقوق والامتيازات التي نصت عليها اتفاقية جنيف فيما يخص أسر الحرب بالمعاملة الإنسانية واحترام أشخاصهم وشرفهم إلى آخره. المراسل الحربي المعتمد الذي لا يشارك في القتال فهو غير مقاتل، هذا المراسل الحربي الذي يرافق هذا الفصيل أو هذه الفئة وتم اعتماده لديهم وسمح له بالالتحاق بهم، فإنه إذا تم أسره فإنه يعامل كأسير حرب، وبالتالي يجب أن يعامل بشكل إنساني، يجب أن يحترم شخصه إلى آخره. لكن هناك ملاحظة هامة، وهذا الأمر رأيناه سبب إشكاليات كثيرة، أحيانا يقولون له أين إثبات أنك صحفي معتمد؟ نحن نحتاج إلى إثبات حتى من الدولة الأخرى التي نحن في حالة حرب معها، نحن نحمي الصحفيين ولكن بشرط الإثبات. لذلك
فالجهة المختصة التابعة لطرف النزاع من اتحاد إعلاميين حسب الجهة أو وزارة إعلام إلى آخره، يجب أو نقابة للإعلاميين يجب أن تصدر بطاقة هوية شخصية للصحفيين سواء كان صحفيا مدنيا أو عسكريا. ولكن انتبهوا، صحفي عسكري اعتمدته القوات المسلحة صفته أنه صحفي عسكري لكن لا يشارك في القتال، لو شارك بالقتال تسقط عنه الهمية. اما هو اعلامي هذا الفريق المقاتل، اعلامي هذا الجيش، هذا الشخص اعلاميهم الحربي يبقى مدنيا في هذه الحاله، ولو انه يعني في هذه الحاله هو اعلامي لفصيل عسكري، وهو في هذه الحاله يتمتع بالحمايه ويرتدون شارات خاصه بهم. الصحفيون لهم شارات مميزه تكون خاصه بهم حتى يتميزوا ويتمتعوا بالحمايه. بعد استعراض هذه الفئات التي تتمتع بالحماية الخاصة من النساء والأطفال والعاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإغاثي والصحفيين، طبعا لا بد أن نذكر ونؤكد بأن هناك فئتان لا تتمتع بأي حماية للقانون الدولي من الحماية المذكورة رغم أنها تشارك في النزاعات المسلحة أو الحرب. ما هما هاتان الفئتان؟ الجواسيس و المرتزقة. نسمع بهذين المصطلحين، ولكن ما هو تعريفهما من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني؟ أولا الجواسيس، نسمع يقولون فلان جاسوس إلى آخره. الجاسوس ربما عند بلده هو شخص جيد يتجسس على الدولة الأخرى، ولكن عند الدولة الأخرى التي ستكشف أمره فمن الطبيعي أنه يعني لن يكون شخصا يتمتع بالحماية. فالجواسيس إذا أردنا أن نعرفهم من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني وهم الأشخاص الذين يقومون سرا، نعم طبيعة عمل الجاسوس سري وليس علني، أو باللجوء إلى مظاهر كاذبة بجمع معلومات عسكرية عن الأراضي الخاضعة لسيطرة العدو، بشرط ألا يكونوا مرتدين الزي العسكري للقوات المسلحة التي ينتمون إليها. هم إذا ارتدوا الزي العسكري للقوات المسلحة التي ينتمون إليها قوات البلد الآخر فهم ليسوا بجواسيس، أمرهم مكشوف، ولكن الجاسوس طبيعة عمله تكون سر أو يلجأ إلى مظهر كاذب، يلجأ إلى استخدام هوية أخرى غير هويته الحقيقية، يجمع معلومات عسكرية عن أراضي خاضعة لعدو البلد الذي ينتمي إليه. هو يتجسس لصالح بلد آخر، هو موجود مثلا في فرنسا يتجسس لصالح ألمانيا، هذا أمر طبيعي، ولا يرتدي الزي العسكري للجيش الألماني في مثالنا للقوات المسلحة التي يحمل جسد. أما المرتزقة، هذا المصطلح ربما تظنونه عاميا ولكن عرفه ايضا قانون الدولي الانساني وقال هذه فئه لا تستحق الحمايه، من هم المرتزقه؟ الحقيقه قريب من المعنى العام الذي يتبادر الى ذهننا. المرتزقه هم الاشخاص الذين جرى تجنيدهم خصيصا للقتال في نزاع مسلح سواء اكان محليا او دوليا وشاركوا فعلا ومباشره في حكم قيد سنشرحه في الاعمال العدائيه، لماذا؟ رغبه في تحقيق مغنم شخصي. أكثر من ذلك، يتقاضى المرتزق تعويضا ماديا مختلفا عن مقاتلي أطراف النزاع، وبالإضافة إلى ذلك هو ليس من رعايا أطراف النزاع ولا مقيما في أراضيها. شوف هذه الفئة لأنها غير مشغولة بالحماية كم تشدد القانون الدولي الإنساني في الصفات، هدفه من ذلك أننا قدر الإمكان نحاول أن نشمل الأشخاص بالحماية. عندما نرفع عنهم الحماية فسنرفعها عن فئة ضيقة محددة، لذلك هؤلاء المرتزقة الذين لا يحميهم القانون الدولي الإنساني وضع لهم عدة قيود، ستجتمع كل هذه القيود في الشخص حتى يعتبر مرتزقا غير محمي. أولا جرى تجريده خصيصا للقتال، إذا ليس عنده حق، تم تجريده من أجل القتال، هذا هو المرتزق. تابع في نزاع مسلح، إذا هو يشارك في القتال في نزاع مسلح، حمل السلاح إلى جانب أحد الطرفين، سواء أكان النزاع المسلح محلي أو دولي، إذا سواء أكان حرب كما عرفناها في القانون الدولي الإنساني أو كان نزاع داخلي، طالما أن هذا الشخص جنده أحد الأطراف خصيصا من أجل القتال توافرت فيه الصفة الأولى من صفات المرتزق، لكن أكثر من ذلك شارك بشكل فعلي ومباشر في القتال والأعمال العسكرية، مو فقط تم تجنيده بشكل نظري وبعدين قعد في بيته، لا
شارك بشكل فعلي، أما الاستيلاء هو بشكل مباشر، هو فقط تحريض اللي هو الشكل غير المباشر، لا بشكل فعلي ومباشر هذا الاستيلاء صار يشارك في الأعمال العدائية. ما كفله التعريف أكثر من ذلك، رغبة في تحقيق مغنم شخصي، عمله دنيء، لا يقاتل هو إلى جانب بلد ينتمي إليها بجنسيته لتحقيق مغانم عامة لهذا الجيش أو البلد بالسيطرة على قطعة أرض إضافية أو على دولة مجاورة لها، هو رغبة في تحقيق مغنم شخصي له، هو هدف شخصي من وراء ذلك. ما الذي يؤكد هذا الأمر؟ قال الذي يؤكد هدفه بتحقيق مغنم شخصي أمرين، أولا أنه يتقاضى تعويض مادي مختلف عن مقاتلي أطراف النزاع، بيكون طرفين النزاع معروف الرواتب اللي بيعطوها لجنود أو عسكريين عاديين، بيجي هذا المرتزق بيعطوه راتب مرتفع جندوه للقتال، وأيضا شرط إضافي هو ليس من رعاية أطراف النزاع ولا يقيم على أراضيهم. يعني على سبيل المثال عم تقتتل دولتين مجاورتين، هذا الشخص المرتزق لا مقيم عنده إقامة رسمية على إحدى الدولتين ولا يحمل جنسية إحدى الدولتين، وفوق منا بيجيبوه بيعطوه تعويض مرتفع مقارنة مع البقية، كأن مثلا هو يحمل جنسية، مثلا خلينا ناخذ مثال، مثلا جنسية ألمانية واستخدمته فرنسا في القتال ضد إيطاليا، أو يحمل جنسية مثلا لبنانية وتستخدمه مثلا أحد أطراف النزاع في سوريا النظام مثلا في القتال ضد الطرف الآخر من المعارضة. فهذا شخص يعني جاء من أجل المقابل المادي، لا يحمل جنسية أحد الطرفين، ليس له إقامة شرعية على أرض أحد الطرفين، شارك بشكل مباشر في القتال، هذا لا يحميه القانون الدولي الإنساني أبدا، يجعله يلاقي مصيره بناء على ما قام به، هو جاء من أجل مقابل مالي من أجل الارتزاق، فإذا وقع في قبضة الطرف الآخر فإنه لن يتمتع بأي من أوجه الحماية التي ذكرناها، لا العامة ولا الخاصة من باب أولى، فهاتان الفئتان الجواسيس والمرتزقة لا يحميهم القانون الدولي الإنساني. الآن النقاط التي أريد أن نحصر النقاش حولها، طبعا قبل ذلك، لا قبل ذلك أنا عندي إضافة، أمر من الأمور التي تخص الحالة في فلسطين، يعني أمر من الأمور التي تخص الحالة في فلسطين، لأنه بالتأكيد سيتبادر هذا الأمر أكثر خلق إلى ذهننا. رأينا نحن خلق للقانون الدولي الإنساني كثيرا، رأينا الكثير من المدنيين الذين يعني تم قتلهم في سوريا، رأينا الكثير من المدنيين تم قتلهم في حروب مختلفة في العراق، والآن الفروقات الكثيرة التي نراها في غزة، فالكلام كثير، ولكن أنا سأكتفي بإيراد ما صرح به رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني في دراسة له، وهو فوزي الدكتور فوزي أوصديق، في دراسة له بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، قال إسرائيل خرقت كل المواثيق الدولية سواء التي وقعت عليها أم التي لم توقع عليها، ولكنها مفروض الالتزام بها بموجب العرف الدولي. طبعا قال هناك عدة فروع من القانون الدولي لنطبق ما درسناه نظريا على العمل تنطبق على العدوان الإسرائيلي على غزة، هذا الذي تم تصعيده في الأشهر الأخيرة كما ترون في الإعلام، يطبق عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي الذي هو يختص بمحاكمة كما سأل أحدكم مرتكبي جرائم الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، طبعا اتفاقيات جنيف الأربعة التي ذكرناها والبروتوكولان الإضافيان هي أساسيات القانون الدولي الإنساني كما رأينا في الفيديو المعروض. إسرائيل هي دولة طرف في اتفاقيات 1949 اتفاقيات جنيف، ولكنها لم تنضم وليست طرف في البروتوكول الإضافي الذي تم يعني إلحاقه بهذه الاتفاقيات طبعا، ولم تنضم إلى البروتوكولات، ولكنها طرف في اتفاقيات جنيف الأربعة. أولا احتلالها لغزة هو جاء نتيجة نزاع دولي مسلح، بالتالي يجب أن يحكمه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يؤمن حماية خاصة ومعاملة إنسانية لسكان غزة، لا يجوز له أن يقتل الأشخاص المحميين عن قصد، لا يجوز له أن يسيء معاملتهم،
لا يجوز له ان يرحلهم ويرتكب بحقهم جريمه التهجير القسري. يجب ان يحافظ على القانون والنظام وان يوفر الضرورات الاساسيه لهم في هذه الحاله. طبعا هنا في الحاله بين اسرائيل وفلسطين، الفكره الاساسيه للقواعد الدوليه التي تنظم هذا الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين بان هذا الاحتلال هو احتلال مؤقت. وطالما ان هذا الاحتلال هو احتلال مؤقت، فالاهداف الاساسيه لقواعد القانون الدولي الانساني ان تمكن سكان الاراضي الفلسطينيه المحتله من ان يعيشوا حياه طبيعيه قدر الامكان. وبالتالي وفق الماده 55 من اتفاقيه جنيف الرابعه، يجب على اسرائيل اذا اردنا ان نطبق عمليا هذه الاتفاقيه ان تكفل حق سكان غزه في الحصول على ما يكفيهم من الغذاء والادويه والرعايه الطبيه والمؤن الاساسيه من اجل معيشتهم. وايضا تؤكد الماده 59 بانه اذا كان كل سكان الاراضي المحتله او قسم منهم تنقصهم المؤن الكافيه، فيجب على دوله الاحتلال ان تسمح بعمليات الاغاثه لمصلحه هؤلاء السكان، وان توفر لهم التسهيلات ضمن الوسائل المتاحه. هذا النص النظري، لكن ما الذي يحدث عمليا؟ الذي يحدث ان اسرائيل لم تكتفي كما راينا في الاخبار وسمعنا بعدم توفير المؤن الكافيه للسكان في قطاع غزه، وانما اعاقت ومنعت بشكل متعمد وصول الاغاثه الطارئه والمساعدات الانسانيه والطبيه الموجهه الى السكان. اكثر من ذلك، قصفت قوافل المؤونه، قتلت الموظفين التابعين للطواقم الانسانيه والطبيه. هذا الحصار المفروض على غزه مرفوض وفقا للماده 33 من اتفاقيه جنيف. قالت هذه الماده لا يجوز معاقبه اي شخص محمي على مخالفه لم يقترفها شخصيا، وتحظر العقوبات الجماعيه وجميع تدابير الترويع او الارهاب. كما قلنا، لا يمكن ان نعاقب شخص الا على جريمه ارتكبها شخصيا، ما الذي ارتكبه سكان غزه والشهداء منهم حتى تفعل بهم اسرائيل ما فعلت هذا الامر؟ فإسرائيل خرقت القانون الدولي الإنساني، لا تميز أبدا بين المدني والمقاتل. أكثر من ذلك، البروتوكول الإضافي يقول إذا ثار شك حول ما إذا كان الشخص مدنيا أو غير مدني فإنه يعتبر مدنيا إلى أن يثبت العكس. شكينا هل هذا الشخص مدني أم أنه عسكري، نفترض بأنه مدني إلى أن يثبت العكس. بينما أفعال الاحتلال الإسرائيلي اعتبرت كل الأشخاص والمؤسسات، غالبية المؤسسات الموجودة في غزة اعتبرتها أهداف مشروعة لها. كما قلنا، الاتفاقية تحظر الهجمات العشوائية ويلزم البروتوكولان إضافيا الاحتياط في الهجوم، ولكن إسرائيل اختارت شن هجمات كما رأينا على مساجد وعلى شوارع مختصة بالسكان في غزة في هذه الحالة. هنا إذا أردنا أن نطبق القانون الدولي الإنساني، وهناك أيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فيقول من حق الشعوب تقرير مصيرها بنفسها، وبالتالي من حق سكان غزة أن يدافعوا عن أنفسهم في هذه الحالة. طبعا طالما قلنا أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هذه الجرائم لا تتقادم من حيث الزمان ولا المكان. يعني ما بتجي بعد 15 أو 20 سنة في القانون الداخلي في تقادم، مرور مدة من الزمان يؤدي إلى عدم إمكانية المحاسبة على ارتكاب جريمة. اما هنا هذه الجرائم ضد جرائم الحرب والجرائم الانسانيه التي ترتكبها اسرائيل والتي فيها خرق القانون الدولي الانساني لا تتقادم بمرور الزمن يمكن اثارتها. في النهايه يعني يجب في هذه الحاله، طالما ان الفلسطينيون في غزه غير قادرين على اثاره قضيتهم، فهنا يعني في هذه الحاله يعني الناشطون الفلسطينيون خاصه مزدوجو الجنسيه الموجودون خارج البلاد هم الذين يجب ان يبداوا بالتوثيقات وبمطالبه البلدان التي يعني موجودون فيها بملاحقه مرتكبي هذه الجرائم. هناك بعض الدول ياخذ قضاؤها بما يسمى بالولايه العالميه او الاختصاص العالمي، يعني انت موجود في فرنسا وانت وثقت بان اسرائيل ارتكب جريمه مثلا في القدس. ففي هذه الحاله انت مزدوج الجنسيه، انت فلسطيني وفرنسي. فتذهب إلى القضاء الفرنسي وتقدم ما يثبت ذلك، وبالتالي تحصل على حكم إلى أن يتم لاحقا يعني تنفيذه بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم. هذا الأمر هو المتاح حاليا في ظل تقصير المجتمع الدولي بصراحة في أي محاسبة لإسرائيل. فالآن نقاشنا سيكون حول أربع نقاط. النقطة الأولى، أتمنى الآن أن أبدأ بسماع أجوبتكم في الجزء المتبقي، عرضت كل ما عندي. ما رأيكم في الحماية المقررة للمدنيين أثناء الحروب بموجب القانون الدولي الإنساني؟
من ناحية النصوص النظرية فقط، هل هي كافية أم لا؟ يعني أنا هنا النصوص النظرية التي عرضتها لكم، قبل أن ندخل في إشكالية عدم تطبيقها عمليا، برأيكم هذه النصوص النظرية هل هي كافية أم لا؟ ما رأيكم؟ كنصوص نظرية هل هي جيدة كافية؟ بغض النظر عن إشكالية غياب التطبيق العملي، أم أنها ناقصة؟ الشق الثاني للسؤال، إذا كانت غير كافية فما هي مقترحاتكم من أجل الإضافة عليها والتعديل عليها وتأمين حماية أفضل للمدنيين؟ الآن أتيح المجال لمن يرغب بالكلام حتى يعني يتكلم، برفع اليد لو سمحتم، من يرغب بالكلام أو من يعلق كتابة يعني لنتشارك في الجزء المتبقي. أسامة غنيمة تفضل. السلام عليكم، واضح الصوت دكتور؟ واضح، تفضل أخي أسامة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. برأيي الحماية المقدمة للمدنيين في ظل الاتفاقيات الموجودة بالقانون الدولي الإنساني العرفي أو التعاهدي هي كافية. نعم. ربما يكون الخلل في التطبيق أو بأمور تانية، لكن من الناحية النظرية والقوانين الموجودة والحماية المقررة للمدنيين هي كافية. يعني أنت ترى بأن الاتفاقيات الأربعة مع البروتوكولان الإضافيان حققا حماية كافية من الناحية النظرية، نعم، يعني ولكن الحماية الإشكالية هي الموجودة في التطبيق. طيب، نعم، ربما توجد بعض الإشكالات في التطبيق، وأيضا بنفس الوقت ما بدنا نسخف الناحية العملية بشكل كبير، نعتبر أنه ما في نعم، تطبيق نهائيا أو ما في تجريم. أكيد عم يصير في تجاوزات، وعم يصير، لو انتقلت للأسئلة اللي وراها، نعم، عم يصير في تجاوزات وانتهاكات، لكن بنفس الوقت أي قانون موجود، أي دولة قانون نعم. يعني أنت ترى أنه أحيانا حتى في القوانين الداخلية ربما تكون هناك يعني نصوص نظرية غير مطبقة يكون لها خروقات. الدكتور توفيق أيضا يؤكد أنه نظريا لا بأس بها، ولكن عمليا عم تكون انتقائية، يعني تطبق أحيانا ولا تطبق في أحيان أخرى بالفعل هذه الإشكالية. يعني الآن أكيد ممكن بأن دكتور الجواب كلمة واضح واحدة؟ بالنسبة لكم، هل برأيكم هذه، إذا في أحد بيحب كمان يتكلم. ممكن الدكتور نعم بس بعد ما تتم للنقطة، إنه نعم مثل ما تفضلت أنت، الناحية العملية هي العاتق الأكبر، بيقع على عاتق المدنيين أو المنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة في مناطق النزاع. هي نعم هدفها الأساسي، القانون موجود، هي هدفها الأساسي أو تعرف شلون تستغل القانون وتوظفه لحماية المدنيين ولمعاقبة مرتكبي الانتهاكات. مثل ما تفضلت أنت، أنه هلأ هدف المنظمات القانونية والإنسانية بغزة تجمع المعلومات، توثق وتعرف كيف تستفيد من هالمعلومات والوثائق اللي جمعتها لتقديمها للقضاء وفق السبل المتاحة. ربما تكون هي الحالة المثالية اللي جميل نطمح لها جميل أسامة، معاقبة بس كل. هيك انتقلنا على السؤال اللي بعده، نحن تفضل مشغول، تفضل عفوا. ولكن الآن حول النصوص النظرية. تفضل الأخ محمد، كنت رافع إيدك، ما بعرف إذا عندك شيء. محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هو حضرتك بالنسبة للمحور الأول، يعني أنا شايف برضك نصوص القانون الدولي مقبولة لحد ما، لكن لابد إن احنا نسلط الضوء على هدم المنشآت المدنية. يعني نعم المنشآت المدنية دي أعتقد إن هي غائبة في القانون الدولي الإنساني، لابد إن هو يتم التسديد عليها جيدا، ويعني ويبقى في حرمة في عملية هدم هذه المنشآت المدنية، من بيوت طبعا ومستشفيات وكل ما يتصل للمدنيين بصلة. نعم يعني المنشآت المدنية ذكرت، ولكنها ذكرت على خجل أو على استحياء، نعم، ترون بأنه يجب التوسع فيها التوسع أكثر. فيها جيدا. نعم نعم، مشكور أستاذ محمد. شكرا. بعد ذلك طبعا، هل هذه الحماية المقررة للمدنيين أثناء الحروب مطبقة دائما من الناحية العملية؟ وما أسباب الخروقات إن وجدت؟ هذه الحماية كما رأيناها هل هي مطبقة من الناحية العملية؟ أكيد يعني تطبيقها ضعيف جدا. طيب السؤال الأهم لنتناقش، ما هي أسباب هذه الخروقات؟
نعم، آية مصري من الناحية أن النصوص النظرية أيضا تقولين بأنها كافية، لكن التطبيق يحتاج إلى خلل، ربما تحتاج إلى إجراءات صارمة هذه النصوص طبعا، وجزاءات أكثر من الإجراءات المتبعة في الوقت الحالي. الآن يعني الشق الثاني من هذا السؤال، هناك فروقات، لا نقول إن وجدت، وجدنا فروقات كثيرة، وأعطيتكم يعني أمثلة عن الفروقات، آخر الفروقات التي وقعت في الحرب والهجوم الإسرائيلي على غزة. ما أسباب الفروقات برأيك؟ لماذا هذه النصوص لا تطبق؟ لا يحترمها أطراف النزاع من الناحية العملية، طبعا ليس كلهم ولكن غالبيتهم. لماذا؟ قبل أن نتكلم يعني عن العلاج، دعونا نتكلم عن الداء. جميل رأي الأخ محمد أحمد جمعة، سيطرة القطب الواحد، يعني لو توضح لنا المقصود بذلك أكثر، بسيطرة القطب الواحد، يعني هل المقصود بأن طرف النزاع الذي يكون مثلا يرى بأن القطب الأكبر في العالم الذي هو مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بجانبه فإنه لا يأبه الآخر؟ ربما هكذا أنا فهمت منك. فارس أيضا يعطي سبب أراه جدا مبررا، الهيمنة العسكرية أو الاقتصادية، أنه بالفعل الطرف الذي يرى أنه الأقوى من الناحية العسكرية فإنه لن يأبه، والطرف الذي يرى بأنه قوي من الناحية الاقتصادية فإنه لا يأبه. ربما فعلا هذا أحد الأسباب، يعني مثلا رأينا في الحرب الروسية الأوكرانية رغم التهديدات الكثيرة لروسيا، تهديدات أقول بإيقاع العقوبات عليها، ولكن روسيا يعني عسكريا أقوى من أوكرانيا وحتى اقتصاديا، فلذلك ربما لم تأبه، يعني رغم بدء عقوبات حقيقية طبقت على روسيا، وليس كما هو الحال في إسرائيل كما يقول محمد أحمد جمعة. بالفعل إسرائيل ربما علاقتها القوية مع أمريكا تجعلها لا تأبه، يعني ترى بأنها فوق هذا القانون ولن يطبق عليها. أكيد في دول غير موقعة على المعاهدة جنيف والبروتوكولات الأربعة أخي أحمد عبد الكريم ثلجي، ولكن نوضح بأنها يعني في بعض الأحيان هناك أحكام إلزامية استنادا إلى القانون العرفي فإنها يعني ستطبق عليها حتى ولو لم تكن طرفا، هناك الحد الأدنى من الأحكام تطبق على الجميع، أما الأحكام التفصيلية فإنها تحتاج إلى الانضمام إلى الاتفاقيات بهذه الحالة. يعني المشكلة في آليات تطبيق القانون كما قالت سميرة. جميل عبارة شيطنة الطرف الآخر في الحرب، يعني المصطلح مفهوم هو، ولكن أحيانا يكون الطرف بالفعل شيطان، لا نقول شيطنه، أحيانا ربما طرف يشيطن الطرف الآخر. من الطبيعي لن يقول طرف يحارب طرف آخر عنه أنه جيد، ربما يلجأ إلى شيطنته وإلى يعني إظهاره بمظهر سيء رغم أنه ليس كذلك، ولكن ربما يكون هذا الأمر واقعي في بعض الأحيان. نحن نفهم أطراف متحاربة يستحيل قبل وقوع الصلح أو على الأقل هدنة بينهم أن يتقبل الطرف الآخر، فمن الطبيعي أن كل طرف يعني يشيطن الطرف الآخر، هذا أمر يعني بالفعل قد يكون أحد الأسباب، ولكن أقول بأنه في بعض الأحيان الطرف الآخر هو بالفعل فيه من صفات الشياطين، وفيه من صفات الاعتداء، وفيه من صفات يعني هجوم على المدنيين وارتكاب جرائم حرب كما تفعل إسرائيل في فلسطين. الاقتراح الذي اقترحه فارس بالفعل يعني جيد جدا، أشكرك على هذا المقترح، لو أنه يطبق على الأقل للتخفيف من الآثار الكارثية للحروب والنزاعات المسلحة، لو أن مناطق النزاع تكون دائما خارج المناطق السكانية، أو لو يتفهم الطرفان المتحاربان ضرورة إخلاء المدنيين، لو كان عندهم بالفعل هم اهتمام بحماية المدنيين وبمراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني، فليتقاتلوا في مناطق بينهم، في مناطق عسكرية، في مناطق خالية من السكان المدنيين، هنا ستكون الأضرار أخف بكثير من ارتكاب مجازر وإبادات. طبعا تقول مهيمن انه كافيه نظريا، ولكن يجب ادراج ما يحدث من التطورات التكنولوجيه، مثلا اختراقات الاجهزه من الحاسوب، هذا امر اخر، يعني هو ربما يدخل ضمن النزاعات الدوليه، ولكنه يدخل ايضا فيما يسمى بارتكاب جرائم الكترونيه، وهذه الجرائم داخليا يعني وليس دوليا، بدات الدول يعني في تنظيمها وتحتاج بالفعل الى اتفاقيات دوليه تقوم بتنظيمها، سياتي هذا الامر بشكل لاحق في تطور لاحق للقانون الدولي. باعتقادك أيضا جزء من الحروب القادمة هي تكنولوجيا؟ طبعا هذا الأمر وارد كثيرا، وبالفعل
يعني كلما استخدمت التكنولوجيا، أنا أؤيدك يا أستاذ طارق، كلما استخدمت التكنولوجيا بشكل أكثر وكلما أسيء استخدامها كلما كانت الآثار أكثر فتكا ودمارا. نحن نرى فعلا كما حدث في اليابان سابقا في هيروشيما وكوازاكي، يعني القنبلة النووية ماذا يمكن أن تفعل مقارنة مع السلاح العادي؟ فسيكون كلما تطورت التكنولوجيا وكلما ساء استخدامها، بدل أن نستخدم التكنولوجيا في أمور نافعة أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا في الحروب، ففي هذه الحالة فإن الآثار ستكون مدمرة. يعني إذا كنا قد رأينا كما رأينا في الفيديو في البداية أن الحرب العالمية الثانية مع الوسائل المستخدمة في ذاك الوقت 60 مليون قتيل أغلبهم من المدنيين، الآن مع الوسائل التكنولوجية إن أسيء استخدامها في حروب وتوسعت هذه الحروب ربما نرى مليارات يعني في هذه الحالة. أحمد عبد الكريم، ثلجي يثير فعلا سبب كبير جدا كنت سأذكره، أشكرك على ضعف تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني التي أشرنا إليها. غالبا ما تفتقر الدول إلى الرغبة في ملاحقة الجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، خاصة عندما يكون الجناة من حلفائها أو من مواطنيها. هلا لما هن من مواطنيها ممكن نتخيل هالحالة إذا الجاني هو الذي استمر في الحكم بنتيجة النزاع الداخلي أو هو الذي توسع إلى الدولة الأخرى بنتيجة النزاع الدولي، ولا عندما يكون مواطنا، ولكن أن يكون من حلفائها بالفعل هذا الأمر يقع في بعض الأحيان. فربما لاحقا بعد انتهاء الحرب تم تحالف بين الدولتين اللتان كانتا متحاربتان، فمن ضمن هذا التحالف الذي يكون أحيانا سري بينهما لن نلاحق من ارتكب جرائم منكم وأنتم لن تلاحقوا من ارتكب جرائم منا، فهذا الأمر يؤدي إلى عدم متابعة هذا الموضوع. يقولون لك لم تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني في هذه الحالة ولم تطبق قواعد محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، ولكن الإشكال كان في سكوت الدول التي بإمكانها الادعاء على جرائمهم استنادا إما إلى حصولها على ضمانات من الدولة الأخرى التي كان بينها وبينها حرب، لن نلاحق من ارتكب جرائم منكم وتتعهدون بعدم ملاحقة من ارتكب جرائم منا، وفي هذه الحالة كما يقول أحدهم يعني من مات قد مات وستعود العلاقة بينهما جيدة وسيسكتون عن الجرائم، وهنا الكارثة. يعني هذا الأمر سيضعف أكثر وأكثر من التطبيق العملي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقواعد الخاصة بالقانون الدولي البنائي ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب. التعارض بين القانون الدولي القوانين الدولية الإنسانية والقوانين العسكرية التي تطبق غالبا أثناء الحروب، الأخ عبد الملك يقول كلامك صحيح، ولكن هذا القانون الدولي الإنساني هو يقول بأنه يطبق أثناء الحروب، ولكن الإشكالية معه بأن العسكريين بشكل عام لا يأبهون بهذا القانون، لا نقول قانون عسكري يسمح بارتكاب هذه الجرائم، ربما أوامر عسكرية، وكما نعلم هناك الطاعة الأعلى في الأمور العسكرية، فعندما يقول له اقتل فإنه سيقتل حتى ولو علم بأنه هو يرتكب جريمة من الجرائم التي سيسأل عنها شخصيا، لأن تنفيذ أمر الرئيس العسكري الأعلى في ارتكاب جريمة الحرب لا يخفي المرؤوس من العقاب في هذه الحالة. ولكن بالفعل في العقلية العسكرية نقول، وليس القانون العسكري، القانون العسكري حتى داخليا لا يبيح القتل ولا يبيح قتل المدنيين، ولكن العقلية العسكرية بأن المرؤوس سينفذ أمر الرئيس، هذا يتعارض مع القانون الدولي الذي يكفل حماية المدنيين، فربما هذا أيضا أحد أسباب ارتكاب الجرائم. صحيح الكلام. يقول فارس ممكن تقليص القدرات العسكرية وأخذ أجزاء من الدولة ودفع المال كما حدث مع ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. طبعا هذا الأمر يعني ربما يكون أحد الأسباب التي ستؤدي إلى تفادي الآثار الناجمة عن الحروب. يعني أنتم بهذه المقترحات التي اقترحتموها قدمتم جزء من الجواب على السؤال الأخير، كيف يمكن الوصول إلى الإلزام الكامل لأطراف النزاعات المسلحة بقواعد القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين؟ كيف يمكن هذه القواعد أن نضمن بأنهم يلتزمون بها بشكل كامل؟ يعني أولا يجب أن تحتوي على جزاءات رادعة، ثانيا يجب هذه الأمور التي درست التي استعرضناها اليوم أن تكون هناك ثقافة، بعض الجهات بدأت تطبق ذلك بأن تجري للعسكريين ثقافة في القانون الدولي الإنساني، دورات تعلمهم كيف يتعاملون مع المدنيين، ما هي الجرائم التي لا يجوز لهم أن يرتكبوها، ما هي الطريقة التي يجب أن يتعاملوا بها مع المدنيين، هذه الأمور كلها يجب ذكرها.
طبعا جيد ان يتم حل الخلاف قبل الوصول الى حرب شامله، ولكن عندما لا نحله فاننا سنصل الى حرب شامله بالنسبه لكلامك فارس. من سيطبق هذه العقوبات ان ارتكب حرب ضد القانون الدولي؟ طبعا المحاكم المختصه. وهنا بالمحاكم المختصه طبعا هناك محاكم مختصه في محاكمه مرتكبي جرائم الحرب، وفي بعض الاحيان القضاء الوطني ياخذ الصلاحيه بعد انتهاء الحرب في محاكمتهم. هذا الأمر سيختلف من حالة إلى حالة أخرى. طبعا دائما نحن عندما يحل الخلاف في مهده وقبل أن يتوسع وأن نصل إلى حرب شاملة، فهذا الأمر يكون بالتأكيد هو الأفضل دائما. يعني لو نستطيع أن نمنع الحرب أساسا هذا أفضل، الوقاية خير من العلاج. ولكن حصلت هذه الحرب، على الأقل لو يتم الالتزام بالقواعد التي ذكرناها، الحرب خبيثة وسيكون لها أضرار، ولكن على الأقل تكون أضرارها بالحدود الأدنى. نعم، صحيح، القوانين جيدة، ليست مشكلة في من نص عليها، المشكلة في من لا يطبقها. طبعا عندما تكون هناك جزاءات رادعة على عدم التطبيق، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى التمسك بهذه القوانين، وإلى فرض جزاءات رادعة على من يخالفها. سيكون هناك يعني خوف من هذا الأمر، يعني عندما حتى في القانون الداخلي، عندما شخص يرتكب جريمة وهو يعلم بأنه لن يحاسب سيتمادى ويرتكب جرائم أكثر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما عندما طبق عليه القصاص مثلا، القاتل يقتل، أو عندما ارتكب جريمة وطبق عليه القانون الداخلي، فإنه هو كردع خاص لن يعود إلى ارتكاب هذه الجريمة، بقي على قيد الحياة إن لم يحكم يعني الإعدام. وغيره هناك ردع عام لغيره من أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة. نفس الشيء هنا، عندما تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني على إسرائيل وغيرها من الدول التي تخرقها، ففي البداية هي نفسها ستتوقف عن خرقها، والدول الأخرى لن تستطيع أن تخرقها عندما تطبق هذه القواعد على روسيا وعلى إسرائيل وعلى الأنظمة التي يعني تخترق هذه القواعد. ففي هذه الحالة سيكون ذلك رادعا لها وسيكون رادعا لغيرها. دعم المحاكم الدولية التي تنظر في قضايا جرائم الحرب، هذا أحمد عبد الكريم الثلجي، صحيح، هذا مطلب أيضا من التوصيات الضرورية التي يمكن يعني أن نضيفها، لأن هذه المحاكم يعني عندما ندعمها وعندما نؤمن لها الاستقلالية ونؤمن لها الضمانة الحياد ونؤمن لها ضمانة تنفيذ أحكامها، ففي هذه الحالة فإنها ستنظر في القضية باهتمام أكثر وبتطبيق للقانون أكثر. أما عندما يكون القضاة خائفون من ممارسة الضغوطات عليهم، فإن هذا الأمر لم يؤدي إلى قيامهم بعملهم كما ينبغي، مع العلم بأنه أيضا نظريا وأمن هذه الحماية لقضاة المحاكم الدولية، ولكن أيضا هناك إشكالية في التطبيق العملي. هذه النقاط التي أثرتموها كلها سنصوغها في شكل توصيات سأضيفها كما قلت هنا بعد النقاش مع الحضور. إن طبعا هناك حروب تم تطبيق القوانين الدولية عليها. نعم، في الحرب اليوغوسلافية أخي عبد الملك كمثال، طبعا طبق القانون الدولي. في الحرب التي حدثت، حرب الأهلية في رواندا، طبق القانون الدولي. وان يعني وكما نعلم كانت سلوبودان ميلوسوفيتش الذي كان يحاكم امام المحكمه الدوليه عن المجازر التي ارتكبها في الحرب اليوغوسلافيه في التسعينيات وانتحر بعد ذلك. بدات يعني المحاكمه، وهناك امثله طبعا على حروب طبقت فيها القوانين الدوليه، وهناك امثله للاسف على حروب يعني تم السكوت عن الانتهاكات التي تحدث كما هو الحال في غزه حاليا. إن كان عندكم أي مداخلة أخيرة، أشكركم على هذا الحضور وعلى هذا التفاعل، وإن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذه الندوة، وأنا يعني استفدنا من هذا النقاش معكم، وسأضيف التوصيات التي ذكرتموها إلى محضر هذه الندوة. أشكركم على حسن استماعكم ومشاركتكم، ونلتقي إن شاء الله في ندوات قادمة معي ومع أكاديمية حسن الافتراضية في مواضيع مختلفة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم وجزاكم كل خير. حياكم الله جميعا وشكرا لكم.